السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة كورسات أونلاين، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه أول مرة بتشوف الفيديوهات عندي في القناة طبعا أتمنى اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. في الفيديو بتاعنا النهاردة نبدأ نتكلم عن إزاي تحذف الجدول كله بضغطة كليك واحدة. تمام، أول حاجة طبعا أنتوا عارفين إن احنا بنفتح ملف الوورد، تمام، وليكن بنعمل انسيرت التيبل كبير كده زي ما انت شايفين. طيب انت بقى عملت حاجات في التيبل وهكذا، بس مش عايز يعني التيبل عندك مش عايز بقى ايه، مش عايزه يعني عملت مثلا مقارنة وليكن انت مش عايز المقارنة وفي البحث بتاعك ما انتش عايزها. تمام تمام كده يا جماعة. اول حاجة انك لو حددت الجدول كله وجيت تعمل ديليت مش هيرضى يعمل معاك ديليت، مش هيحذف الجدول. تمام، ودي مشكلة بتواجه الناس كتير والناس كتير بتكلمني في هذا الموضوع. تمام، فانت اول حاجة هتيجي محدد الجدول او الجزء اللي انت عايزه تحذفه من الجدول. تمام، وهتيجي على كليك يمين وتقول له ديليت كولمز. تمام، فهيسيب لك الجزء ده وليكن. تقدر بقى تنقل الجزء ده براحتك من خلال الصليب اللي على اقصى اليسار لفوق. طيب انا عايز احذف الجدول كله، احدد الجدول كله كده واقول له كليك يمين واقول له ديليت تيبل، هنلاقي كلمه ديليت تيبل هيحذف لي الجدول ككل. طيب انا مش عايز احدد الجدول كده كله على بعضه وهكذا، فاسهل طريقه هتيجي عند علامه الصليب اللي اقصى اليمين زي ما انتم شايفين ديت بالتحديد، اللي هي صليب اقصى اليسار، سوري من فوق، اقصى اليسار من فوق، ونضغط عليها كده ضغطه واحده هيبدأ يحدد لي كل التيبل. هنضغط كليك يمين ونقول له ديليت تيبل، هيمسح لك الجدول على طول. كده نكون الحمد لله حذفنا الجدول في الوورد 2019 او اي وورد ينطبق عليه هذا الامر، بداية من 2007 الاصدارات الحديثة يعني، بس طبعا اللي اقدر انصحك به اللي هو الوورد 2019 لان ده يعني انت في المستقبل وهكذا، خلي الوورد 2019 تكون متعلمه افضل يعني. تمام، بالاضافه لان انا موفر لك حاجتين للتحميل، لو حضرتك طالب جامعي بتسمع الفيديو ومعاك كارنيه ومعاك بريد جامعي فتقدر تحمل البرنامج الوورد من اللي هو البريد الجامعي، وطبقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات وزاره التعليم العالي والتنسيق مع شركه اوفيس موفره للطلبه مجانا، وانا ده اللي انا بستخدمه عموما يعني. تقدر تشوف الفيديو بتاعه لو حضرتك من الافراد العاديين يعني مش طالب جامعي، فبرضه البرنامج موجود بالكراك والاثنين بنفس الكفاءه يعني. تمام، مفيش اي اختلاف يذكر يعني. تمام، بخصوص كمان لانك لو طالب جامعي فتقدر انك لو في اي مشكله بتواجهك في البرنامج فتقدر تتواصل مع الدعم الفني سواء بتاع كليتك او بتاع شركه اوفيس نفسها من خلال البريد الجامعي بتاعك. دي الميزه الوحيده اللي ممكن يمتاز بيها الاوفيس اللي هو بتاع الطلبه. تمام، طبعا ده لو انت مش شاري الاوفيس يعني، طبعا لو انت شاري الاوفيس تكاد تكون زي الطلب يعني، تقدر تتواصل مع الدعم الفني على طول ويرد عليك في اي مشكله. كده نكون خلصنا فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.